السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من وورلد سبورتس. بنكون مع حضراتكم كل يوم اثنين من الساعة 8:30 وحتى الساعة 10 إلا ربع، بنتكلم عن كل الدوريات العالمية والأحداث العالمية. طبعا أسبوع كالعادة أسبوع ساخن جدا في الدوريات، الدوري الإنجليزي ممتع، الدوري الأسباني جميل، والدوري الإيطالي قوي. المنافسة مشتعلة في كل الدوريات. ممكن نقول أن الدوري الإنجليزي أقلهم في المنافسة بسبب ابتعاد ليفربول بالصدارة بعد فوزه على واتفورد بهدفين لفخر العرب محمد صلاح نجم نادي ليفربول، وهدفين أعتقد أن هما من أحلى الأهداف اللي سجلهم محمد صلاح في مسيرته الكروية، علشان يتوجه بعديها ليفربول إلى طبعا كأس العالم للأندية ومشواره نحو يعني انتهاء موسم 2019-2020 أو انتهاء سنة 2019 بلقب أعتقد هيكون ثالث بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا ولقب السوبر الأوروبي، لكن لقب كأس العالم للأندية اللي هيكون لأول مرة يحصل عليه محمد صلاح. لكن ليفربول أعتقد أنه عينه على اللقب بعد ما جدد عقد يورجن كلوب ل2024. دوري إنجليزي مشتعل؟ طبعا مشتعل، لكن الدوريات فيها حاجة كلها يعني غريبة جدا الأسبوع ده، وهي أن الأهداف كلها كانت بلس 90 وكلها كانت أهداف حاسمة، أهداف في الوقت بدل الضايع. شفنا مباراة توتنهام وولفرهامبتون وفيرتونخن لما أحرز هدف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة علشان يمنح توتنهام الفوز المتوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لتوتنهام ولمورينيو بعد ما كانت المباراة رايحة في سكة التعادل. جيرفينيو لاعب بارما بيحرز هدف مهم جدا ضد نابولي، وأعتقد أن هدف مهم جدا جدا لفريق بارما في الدوري الإيطالي، وتعثر جديد لأول مباراة ليجاتوزو مع نابولي، وهي خسارة من نادي بارما 2-1. نابولي عنده مهمة كبيرة جدا هنتكلم عليها في دوري الأبطال علشان هيواجه نادي برشلونة، لكن كلنا أكيد شفنا مباراة فالنسيا أيضا وريال مدريد، وكريم بنزيما بيحرز الهدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 95 علشان يمنح فريق ريال مدريد أروخي بلانكوس قبل مواجهة يوم الأربعاء أمام برشلونة التعادل، ونقطة ثمينة جدا، يتساوى مع برشلونة في عدد النقاط في المركز الأول الريال وبرشلونة أو برشلونة وريال، لكن فالنسيا فرط في المكسب على ملعب المستايا، وكريم بنزيما بيترجم تألقه خلال الفترة الأخيرة ويكافئ زيدان على ثقته الكبيرة اللي دايما بيمنحها للاعب الفرنسي مباراة تلو الأخرى. أما مباراة فيورنتينا والإنتر ودوسان فالوفيتش اللي نجح أنه يجيب الهدف التعادل لفيورنتينا كالعادة في آخر عمر من دقائق المباراة علشان كونتي يتعثر من جديد ويهدي الصدارة إلى اليوفنتوس المتوهج في تألق حاضر لكريستيانو رونالدو. أما المباراة الأخيرة اللي أنا حابب أتكلم عليها وحابب أتكلم على أحداثها، مباراة مهمة جدا ما بين فولفسبورغ ومونشن جلادباخ. طب هتكلم على المباراة ليه دي تحديدا؟ علشان الهدف اللي أحرزه ساشا كيشرافيتش لاعب فولفسبورغ كان كفيل أنه يمنح الصدارة لفريق لايبزيج في الدوري الألماني ويفرق بقى في النقاط عن فريق مونشن جلادباخ. لايبزيج بيأدي موسم رائع جدا، قدر يفوز على دوسلدورف بثلاث أهداف مقابل لا شيء، البايرن كسب، بروسيا كسب، لكن تبقى يعني فريق لايبزيج هو اللي على الصدارة، وصدارة الدوري الألماني الموسم ده مختلفة جدا جدا. طبعا الدوري الألماني كل موسم كان بيتحسم ما بين البايرن وبروسيا، لكن الوضع مختلف تماما الموسم الحالي. لو اتكلمنا على الدوري الانجليزي، ليفربول متالق، السيتي بيحرج فريق ارسنال على ملعبه وسط جمهوره بثلاث اهداف مقابل لا شيء، تالق دي بروين في احراز هدفين وصناعه هدف لستيرلينج، وايضا اليونايتد بيتعادل مع ايفرتون 1-1، ومفاجات بالجمله في الدوري الانجليزي. لكن زي ما بقول لحضراتكم ارسنال هو المشكله، أرسنال عنده مشكلة كبيرة جدا، لكن أعتقد وده بنسبة كبيرة جدا 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 إن الأيام اللي جاية هيتم الإعلان عن أرتيتا المدرب المساعد لبيب جوارديولا في فريق مانشستر سيتي، هو المدير الفني القادم لنادي أرسنال، اللي أنا أعتقد إن جماهيره زهقت خلاص من تشجيعه، ما بقاش عندهم أي أمل في إحراز
اي جديد او اي نقاط بالنسبه لفريق ارسنال علشان ينافس بيها، مش هقول لكم في دوري الابطال، لكن على الاقل يكون موجود في المقاعد الاوروبيه اللي انا اعتقد ارسنال لو مش موجود فيها في اول سته هتبقى مشكله كبيره جدا جدا، وهنقول ان هي فضيحه بالنسبه لارسنال الانجليزي اللي كان كل سنه طبيعي بينافس على لقب الدوري الانجليزي، ولما يبتعد شويه هيبقى موجود او كان بيكون موجود في اول اربعه من المراكز الاولى في الدوري الانجليزي. الدوري الاسباني الريال وبرشلونه حبايب علشان يحطوا نفسهم في مواجهه ناريه اللي هتكون يوم الاربعاء الساعه 9 بتوقيت القاهره، وهو اللقاء المرتقب، لقاء الكلاسيكو اللي تم تاجيله لدواعي امنيه في اسبانيا وفي مدينه برشلونه، وبالتالي الصداره هيتم حسمها يوم الاربعاء، يا اما الفريقين هيرفضوا ان كل واحد فيهم يعتلي الصداره ويتعادلوا على سبيل المثال، لكن جمهور برشلونه عمل دعوة كبيرة جدا لكل الجمهور اللي هيكون مشارك في مباراة برشلونة وريال مدريد في ملعب الكامب نو ان هيتم توزيع أقنعة على كل المشجعين تحمل وجه ميسي، وده بسبب احتفاله وحصوله على الكرة الذهبية رقم 6 في تاريخه. الدوري الإيطالي بتعود المياه لمجاريها بعد فوز اليوفنتوس واعتلائه قمة الصدارة، وانتر ميلان بيعود الى المكانه الطبيعيه اللي موجود عليها منذ سنوات في الدوري الايطالي قبل ما يظهر كونتي على الساحه، لكن مع وجود كونتي والانتر، الانتر ليه شكل مختلف، بس كان نفسي الانتر يكمل الحكايه ويكمل المنافسه مع اليوفنتوس باعتلاء وصداره قمه الدوري الايطالي. الانتر هينافس يوفنتوس الموسم ده بقوه وبشراسه كبيره جدا جدا، لكن يا ترى كونتي قادر على انهاء حقبة يوفنتوس والفوز باللقب الإيطالي لسنوات عديدة، ولا يوفنتوس وساري هيرفضوا أن إنتر ينافس وهيبتعدوا بالنقاط. جاتوزو للأسف في أول مباراة لي مع نادي نابولي أمام نادي بارما بيخسر 2-1، وكمان الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن بالنسبة لجاتوزو عشان يقع مع برشلونة في قرعة دوري أبطال أوروبا اللي هنعرضها لحضراتكم، وهنتكلم عندنا كلام مهم جدا 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 بالنسبة لقرعة دوري الأبطال علشان نتكلم عن مواجهات كتيرة ما بين الفرق بينها وبين بعضها، لكن ليفربول أبرز المواجهات أمام أتلتيكو مدريد، والمواجهة المرتقبة البيب جوارديولا أمام زين الدين زيدان، مواجهة نارية ما بين اتنين عباقرة من مدربين الأكفاء جدا والأقوياء جدا في عالم كرة القدم. كأس العالم للأندية ليفربول عنده طبعا المشكلة الرهيبة أن عنده مباراة يوم الثلاث مع أستون فيلا في بطولة الكأس، كأس رابطة الأندية، وده لليفربول هيلعب بمجموعة شباب من فريق ليفربول. زي ما حضراتكم عارفين يورجن كلوب مدرب واضح وصريح، عارف ان كاس الاتحاد الانجليزي وكاس الرابطه غير مهمين بالمره بالنسبه له، هو مركز على لقبين كل موسم بيحاول ان هو يحققهم، ونجح الموسم الماضي انه يحقق واحد منهم وكان قريب جدا انه يحقق اللقب الثاني، هو الدوري الانجليزي الممتاز ودوري ابطال اوروبا، نجح انه يحقق دوري ابطال اوروبا ونجح انه يحقق كمان لقب السوبر الاوروبي، ونجح كمان او على بعد خطوات علشان ما نقطعش في تحقيقه لكاس العالم للانديه، اما الدوري الانجليزي هو الان متصدر الدوري بجداره واستحقاق خلف ليستر سيتي ومانشستر سيتي. ليستر بيقدم واحده من امتع المواسم اللي بيحققها بعد موسم 2015 واللي نجح انه يحقق فيه لقب الدوري الانجليزي الممتاز. تشيلسي بيخسر على ملعبه بعد ما لامبرد سمع خبر ان خلاص المحكمه الرياضيه سمحت لفريق تشيلسي انه يتعاقد في موسم الانتقالات الشتويه القادمه. تشيلسي بيسقط وبيأدي باداء سيء جدا. يعني حاولنا ان احنا نتكلم مع حضراتكم ونلم لكم كل الاحداث علشان خاطر ما نحرقش لحضراتكم الحاجات اللي موجوده معانا، علشان هنتابع فيها احصائيات كتيره جدا وجرافيكس كتيره جدا وارقام في كل الدوريات زي ما حضراتكم متعودين. كل حلقه بيكون معانا الجديد وكل حلقه بيكون معانا شيء متميز، مباراه تاريخيه هنتكلم عليها، نجم الاسبوع التاريخي اكيد هنتكلم عليه، والفقره المحببه لحضراتكم طبعا فقره الفيديوهات اللي بنجيب لحضراتكم كل حاجة بتدور في العالم من أحداث عالمية ومن مهارات ومن مغامرات جديدة في كل مكان لكل لاعبي كرة القدم، حتى في ملاعب الناشئين بنجيب لحضراتكم كل الأحداث اللي هتكون موجودة معكم. علشان كده هنبدأ مع حضراتكم سريعا ونفكر حضراتكم بنتائج الدوريات، والبداية كالعادة من الدوري الإنجليزي. نفكر حضراتكم بنتائج الجولة السابقة من
بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. والبداية أبرز نتائج الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، ليفربول بيفوز بهدفين مقابل لا شيء على واتفورد، أحرز الهدفين محمد صلاح، هدفين قمة في الروعة، هنشوف منهم واحد بتقنية ال 360 درجة، ودي من على موقع ليفربول اللي بيحتفل بواحدة من أفضل أهداف محمد صلاح، واحدة من أفضل أهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2019-2020. تشيلسي بيخسر من بورنموث 1-0 على ملعب ستانفورد بريدج. مانشستر يونايتد بيتعادل 1-1 مع إيفرتون بعد ما إيفرتون تعادل، بعد ما إيفرتون تقدم 1-0 على مانشستر يونايتد. وبالمناسبة ومفاجأة اعتقد ان هيتم الإعلان عنها قريبا، كارلو أنشيلوتي سافر لمدينة إيفرتون علشان أو مدينة ليفربول عفوا علشان يتفق ويسمع العرض المقدم ليه من إدارة إيفرتون علشان يكون المدير الفني القادم للفريق الإنجليزي خلال منافساته في الدوري الإنجليزي. كارلو أنشيلوتي واحد من المدربين الكبار جدا جدا اللي أعتقد هيكون إضافة لأي فريق يكون موجود فيه. ولفرهامبتون ومباراة ما بين نونو سانتو ومورينيو، توتنهام هوتسبيرز وفيرتونخن بيمنح الثلاث نقاط لنادي توتنهام خارج ملعبه في فوز مهم جدا لتوتنهام بهدفين مقابل هدف. واخيرا لقاء القمه كان ما بين مانشستر سيتي وارسنال، والمباراه انتهت لصالح مانشستر سيتي في الشوط الاول، وبالتالي الشوط الثاني ما كانش فيه اي اهداف من مانشستر سيتي، 3-0 لصالح السيتيزنز على ارسنال. تمام، نروح للجولات القادمة في الدوري الإنجليزي علشان نبدأ من يوم السبت 21 ديسمبر، خلاص دخلنا على أعياد الكريسماس. وإيفرتون وأرسنال في مباراة نارية الساعة 2:30 يوم السبت، هنكمل يوم اللقاءات إن شاء الله. ويست هام يونايتد مع فريق ليفربول الساعة 5. أما في نفس اليوم مانشستر سيتي وليستر سيتي، مباراة يعني بست نقاط بالنسبة لليستر أو بالنسبة لمانشستر سيتي علشان ليستر سابق السيتيزنز في عدد من النقاط، وبالتالي ليستر في المركز الثاني ومانشستر سيتي في المركز الثالث. يوم الأحد هنكمل باقي لقاءاتنا، واتفورد أمام مانشستر يونايتد الساعة 4 بتوقيت القاهرة، وأخيرا مباراة قمة ومورينيو أمام تشيلسي، توتنهام أمام تشيلسي الساعة 6:30، مباراة تكون قوية جدا. وأنا أعتقد أن كالعادة زي ما سبيشال وان مورينيو بيمتعنا أمام معظم الأندية اللي بيدربها في الدوري الإنجليزي، هيمتعنا في مواجهة ما بين التلميذ والأستاذ. الأستاذ هو جوزيه مورينيو والتلميذ هو فرانك لامبرت. هنروح لجدول، طيب نروح للهدفين الأول علشان من بعديها نطلع على الجدول. يعني جيمي فاردي، اللي عنده جيمي فاردي في الفانتازي يا جماعه اعتقد ان هو عنده نقاط كتيره جدا جدا، وممكن من الحلقه اللي جايه نتابع معاكم يعني دوري الفانتازي عشان نتابع ونشوف مين اللي بيحقق اعلى ارقام كل جوله. جيمي فاردي لاعب ليستر 16 هدف، امريك اوباميانج لاعب ارسنال 11 هدف، يتساوى معاه تامي ابراهام لاعب تشيلسي 11 هدف، اما ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 10 اهداف، وهاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 9 اهداف، ورحيم ستيرلينج مانشستر سيتي 9 اهداف. انا عندي في كل دول رحيم ستيرلينج وتامي ابراهام في الفانتسي، فهم متالقين معايا جدا. جدول ترتيب الدوري الانجليزي، ليفربول في المقدمه 49 نقطه، يليه ليستر سيتي في المركز الثاني 39 نقطه، فارق 4 نقاط ما بين مانشستر سيتي وليستر سيتي. المباراه اللي جايه السيتي هي يا اما يقرب عن ليستر بفارق نقطه، يا اما ليستر يبعد عن فريق مانشستر بسبع نقاط. عشان كده السيتي في المركز الثالث ب 35 نقطه، تشيلسي في المركز الرابع 29 نقطه، توتنهام هوتسبيرز وتشيلسي المباراه اللي جايه لو توتنهام قدر انه يفوز هيتساوى مع تشيلسي ويقرب على التوب فور ومكانته الطبيعيه اللي محافظ عليها من موسمين على الاقل في أفضل أربع أندية في الدوري الإنجليزي. نروح للدوري الأسباني علشان نفكر حضراتكم بنتائج الجولة الأخيرة. ريال سوسيداد بيتعادل مع برشلونة 2-2 في مباراة مهمة جدا، أتلتيكو مدريد بيفوز على أوساسونا 2-0، أما سالتا فيجو بيتعادل 2-2 أيضا مع ريال مايوركا، وإشبيلية بيخسر 1-2 من فيا ريال، وفالنسيا وريال مدريد في ختام جولات الدوري الأسباني، الريال بينجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 95 عن طريق كريم بنزيما علشان ياخد نقطة ثمينة جدا من ملعب المستايا. نروح لمواجهات الجولة القادمة في الدوري الأسباني، ريال مايوركا يوم السبت أمام إشبيلية، برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس. بس ما ننساش إن في لقاءات، عشان بس أفكر حضراتكم، يوم الأربعاء
مع ريال مدريد وبرشلونة. المباراة اللي هنتكلم عليها هتكون يوم الأربع إن شاء الله الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وهنتكلم على أرقامها وهنتكلم على إحصائياتها كويس جدا في فقرة الجرافيكس اللي بتكون بعد فقرة الدوريات والنتائج. ريال مايوركا إشبيلية، عشان خاطر طبعا مهم جدا جدا إن يوم الأربع مباراة استثنائية، مباراة مؤجلة في اسبانيا وفي الدوري الاسباني بسبب الاحداث الامنيه الاخيره اللي كانت موجوده في مدينه برشلونه. ريال مايوركا واشبيليا يوم السبت، برشلونه وديبورتيفو الافيز يوم السبت، بلد الوليد وفالنسيا ايضا يوم السبت، وريال بيتيس واتلتيكو مدريد يوم الاحد، واخر لقاءات الجوله يوم الاحد 22 ديسمبر ريال مدريد واتلتيك بيلباو. نروح لهدفين الدوري الاسباني، وليونيل ميسي 12 هدف يتساوى مع كريم بنزيما 12 هدف، لويس سواريز 9 اهداف، لوكاس بيريز، مارتينيز ديبورتيفو الافيز 8 اهداف، جيرارد مورينو لاعب فيا ريال 8 اهداف، اما لورينزو مورن لاعب ريال بيتيس 8 اهداف. نروح للدوري، جدول الدوري الاسباني، والصداره لبرشلونه وريال مدريد 35 نقطه لكل فريق، لكن فارق ال 10 اهداف لصالح برشلونه هو ده السبب في اعتلاء برشلونه لقمه الدوري الاسباني. المباراه اللي جايه هتكون فاصله، يا اما الوضع هيبقى كما هو عليه، اشبيليه في المركز الثالث 31 نقطه، ختافي في المركز الرابع ب 30 نقطه، اما اتلتيكو مدريد في المركز الخامس مفاجاه بالنسبه لي بعد ختافي اللي بيقدم موسم رائع جدا وهنتكلم عليه في فقره الجرافيكس وهنتكلم عن ارقام ختافي في الموسم الاستثنائي اللي بيقدمه. اتلتيكو مدريد 29 نقطه. نروح للدوري الايطالي ولقاءات الجوله السابقه عشان نفكر حضراتكم باهم النتائج اللي موجوده. نابولي بيخسر من بارما 2-1 في اول مباراه لجينارو جاتوزو، ميلان بيتعادل 0-0 مع ساسولو، ويوفنتوس بقياده رونالدو بيفوز على اودينيزي 3-1، اما روما فبيفوز 3-1 على سبال، واخيرا فيورنتينا وتعادل قاتل امام انتر ميلان بيمنح فيورنتينا نقطه ثمينه جدا وبياخد من انتر ميلان نقطتين مهمين جدا علشان يكتفي كل فريق منهم بنقطه واحده. هدافي الجوله الدوري الايطالي سامبدوريا ويوفنتوس من يوم الاربعاء 18 ديسمبر، يوم الجمعه كمان فيورنتينا وروما، السبت انتر ميلان وجنوا، يوم الاحد اتلانتا وميلان، واخيرا ساسولو ونابولي. هدافي الدوري الايطالي كالعاده ايموبيلي الصداره 17 هدف، لوكاكو 10 اهداف، وجلفاو لاعب كالياري 10 اهداف، وموريال لاعب اتلانتا 9 اهداف، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس 9 اهداف، ولوتارو مارتينيز انتر ميلان 8 اهداف. الدوري الايطالي والصداره رجعت مرة تانية لليوفنتوس، موجود في المركز أو بيتساوى مع انتر ميلان عفوا ب 39 نقطة، كان انتر ميلان فارق في عدد النقاط، لكن للاسف انتر ميلان بيفرط في الصداره علشان يمنح يوفنتوس التعادل في عدد النقاط 39 نقطه كل واحد منهم، اما لاتسيو في المركز الثالث 33 نقطه، وروما في المركز الرابع 32 نقطه، وكالياري في المركز الخامس 29 نقطه. هنروح ونفكر حضراتكم بكأس العالم للأندية واللقاءات اللي اتلعبت واللقاءات القادمة علشان فيها نادي ونجم يهمنا كلنا. نتائج مباريات كأس العالم للأندية السابقة كل ده اتلعب قبل كده، السد بيفوز على فريق هنجن سبورت 3-1، الهلال بيفوز على الترجي 1-0، أما السد بعد ما كسب في أول مباراة لعب ضد فريق مونتاري المكسيكي بيخسر منه 2-3 علشان يتأهل فريق مونتاري المكسيكي للجولة اللي بعد كده. هناخد مع حضراتكم نتائج أو جولات كأس العالم للأندية القادمة يوم الثلاثاء إن شاء الله، الترجي والسد في مباراة تحديد المركز الخامس، يوم الثلاثاء أيضا فلامينجو البرازيلي أمام الهلال السعودي يوم الثلاثاء الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، أما يوم الأربعاء اللقاء المنتظر فريق مونتاري المكسيكي أمام فريق ليفربول الساعة 7:30، يعني قبل لقاء برشلونة وريال مدريد يوم الأربعاء. هنستمتع جدا جدا بالأحداث القروية واللقاءات. طيب كده خلصنا مع حضراتكم معظم يعني نتائجنا وجولاتنا وأخبارنا عن الدوريات. طيب دلوقتي جه وقتنا مع قرعة دوري الأبطال واللي فيها مواجهات نارية علشان نفكر حضراتكم، اللي ما تابعش يتابع واللي ما عرفش يعني يعرف، والغايب يبلغ الحاضر عن المواجهات النارية اللي هنقول لحضراتكم عليها. طيب زي ما حضراتكم شايفين المباراة الأولى ما بين بروسيا دورتموند وفريق سان جيرمان،
ريال مدريد امام مانشستر سيتي، واتلانتا امام فالنسيا، اتلتيكو مدريد امام فريق ليفربول، وتشيلسي امام بايرن ميونخ، وليون امام اليوفنتوس، وفريق توتنهام امام لايبزيج، واخيرا نابولي امام برشلونه. اولى الجولات هتكون يوم 18 فبراير و19 فبراير، اما الجولات اللي بعد كده هتكون يوم 25 فبراير و26 فبراير. دي كلها المواجهات الاولى اللي هتكون على ملعب الفريق اللي موجود على ايد حضراتكم الشمال. اما مباريات العودة هتكون يوم 10 مارس و11 مارس و17 مارس و18 مارس. هنتابع معاكم وهنعمل مع حضراتكم كده مسابقة صغيرة او توقعات، يا ترى مين اللي تتوقع انه يفوز على الفريق المنافس في كل الجولات، ومين هو الاقرب؟ هل ممكن يكون في مفاجآت؟ هل ممكن نشوف فرق كبيرة بتخرج من الجولة ال16 فريق موجودين فيها قبل بلوغ دور الثمانية ولا لا؟ طبعا هنكتب مع حضراتكم من خلال صفحة قناة الأهلي ومن خلال صفحتي الشخصية على الفيسبوك وعلى تويتر، كل ده هنتابعه مع حضراتكم. دلوقتي كالعادة جه وقتنا مع فقرة مهمة جدا، فقرة الإحصائيات الرقمية وفقرة الجرافيكس، علشان نتابع معاكم آخر الأخبار وآخر الأحداث اللي موجودة على الساحة. مش بنحب إن احنا نتكلم ونقول كلام من غير بصراحة، يعني بشكر كل القائمين على العمل هنا في قناة الأهلي، علشان خاطر بيتعبوا جدا جدا علشان يطلعوا لحضراتكم الشكل اللي حضراتكم بتشوفوه، شكل منظم جدا وشكل فعلا بيكون شكل محترف نتابع بيه ونقدر نقول مع حضراتكم الإحصائيات اللي بنقول عليها في كل حلقاتنا وفي كل مبارياتنا، والبداية من لقاء برشلونة وريال مدريد والدوري الإسباني وآخر الإحصائيات اللي موجودة في الدوري الإسباني. قدام حضراتكم دلوقتي إحصائيات ما بين برشلونة وريال مدريد في دوري الليغا الاسباني قبل مواجهه الفريقين يوم الاربعاء القادم. هنتابع معاكم ابرز الارقام. برشلونه في الكامب نو فاز في 50 مره على فريق ريال مدريد، اتعادل في 19 مره وخسر 20 مواجهه امام ريال مدريد. اما ريال مدريد في سانتياغو برنابيو ففاز على برشلونه 52 مره، تعادل 15 مره وخسر 22 مره. مواجهات الكلاسيكو في الليغا الأسبانية، عدد الماتشات 178 مباراة، 72 فوز لصالح فريق برشلونة، 72 فوز لصالح ريال مدريد. علشان كده اللقاء القادم هو لقاء حاسم في كل شيء، في الصدارة وفي الهيمنة في عدد المباريات، في الفوز في الدوري الأسباني. 34 مباراة انتهت بالتعادل، 288 هدف سجله برشلونة في مرمى ريال مدريد و 286 هدف سجله ريال مدريد في مرمى برشلونة. زي ما قلت لحضراتكم فريق ختافي هو مفاجأة الليجا الأسبانية الغير متوقعة، بيحقق نتائج كلها إيجابية، لعب 7 ماتشات، فاز في 5 ماتشات وتعادل في لقائين، ولم يهزم في آخر 7 مواجهات، سجل 12 هدف واستقبل هدفين. امام غرناطه فاز 3-1، سيلتا فيجو بيفوز 1-0، اوساسونا بيتعادل سلبيا 0-0، امام اسبانيول 1-1، ليفانتي بيفوز عليه 4-2 وبيفوز ايضا على ايبار 1-0، واخيرا بيفوز على بلد الوليد 2-0. زي ما قلت لحضراتكم عانى احصائيات كتيره جدا للدوري الاسباني، علشان كده بقول لحضراتكم النهارده معانا لاعب يقترب من نادي المئة في الدوري الاسباني، وهو اللاعب الاسباني ياجو اسباس لاعب نادي سيلتا فيجو. سيلتا فيجو احد الانديه العريقه في الدوري الاسباني، اللاعب يقترب من 100 هدف في الليجا الاسبانيه، مسجل لحد دلوقتي 94 هدف، هدفين مع إشبيلية و92 هدف مع سيلتا فيجو، يعني اللاعب على بعد 6 أهداف بس من دخوله نادي المئة في الدوري الأسباني من نادي اسمه سيلتا فيجو، لا ليه علاقة ببرشلونة ولا ليه علاقة بريال مدريد. نروح لإحصائيات الدوري الإنجليزي والملك المصري محمد صلاح ذا إيجيبشن كينج المتألق، اللي عايز تقول عليه قول، اللي عايز تتكلم عليه اتكلم، متألق وواخد البساط من الكل ومحدش يقدر يتكلم عليه نص كلمة، علشان هو متألق جدا جدا وبيمتعنا جدا ورافع راسنا في الدوري الإنجليزي. 202 هدف في مسيرته الكروية بعد إحرازه هدفين في مرمى واتفورد، سجل مع ليفربول 84 هدف، مع روما 34 هدف، ومع بازل 20 هدف، ومع نادي المقاولين 12 هدف، مع فيورنتينا 9 أهداف، ومع تشيلسي هدفين، ومع المنتخب المصري 41 هدف.
المتألق اللاعب العبقري اللاعب الفذ كيفن دي بروين البلجيكي لاعب نادي مانشستر سيتي وإحصائيات اللاعب من مباراة أرسنال. أنا أول مرة في حياتي أقرأ أن نسبة نجاح تمرير لاعب في مباراة 100%. 70 تمريرة، 5 تصويبات، 4 منهم على المرمى، سجل هدفين وصنع هدف. الماكينة البلجيكية في صناعة وإحراز وإمتاع الناس هو البلجيكي كيفن دي بروين، واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودة في العالم، لكن ممكن نقول إن هو مش واخد حقه إعلاميا كويس زي لعيبة كتيرة أقل منه. نادي مانشستر يونايتد، وده إحصائية مهمة جدا جدا، يصل للمباراة رقم 4000 على التوالي، واللي بيشارك فيها لاعب على الأقل من أكاديمية نادي مانشستر يونايتد من سنة 1937. يعني إيه؟ يعني مانشستر يونايتد لعب 4000 مباراة متتالية من سنة 1937 في الدوري الإنجليزي، وموجود في الملعب على الأقل لاعب من أكاديمية وناشئين نادي مانشستر يونايتد. طيب، في هنا نروح للدوري الإيطالي. أعتقد إن الدوري الإيطالي برضو يعني بنلاقي أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري الإيطالي، هو باولو مالديني 647 مباراة، بيجي بعديه جيجي بوفون 646 على بعد مباراة واحدة فقط من معادلة رقم باولو مالديني. فرانشيسكو توتي اعتزل 619 مباراة، خافيير زانيتي اعتزل عنده 605 مباراة، أما جان لوكا باليوكا 592 مباراة. طبعا الخمسة أساطير من أساطير الدوري الإيطالي. لسه مكملين مع حضراتكم مع العداء التاريخي لكرة القدم والأسطورة والقاطرة البشرية وماكينة الأهداف كريستيانو رونالدو، يتخطى 600 هدف. أعتقد أن ده مسيرته مع الأهداف، كل 100 هدف بناخده لحضراتكم. أول هدف أحرزه مع سبورتنج لشبونة، الهدف ده كان في موسم أو في يوم 7/10/2005. الهدف رقم 100 كان مع مانشستر يونايتد أمام فريق ويست بروميتش ألبيون يوم 8/10/2008. الهدف رقم 200 كان مع ريال مدريد ضد إشبيلية يوم 7/5/2011. والهدف رقم 300 مع ريال مدريد ضد ختافي يوم 27/1/2013. والهدف رقم 400 كان مع ريال مدريد ضد إيبار 22/11/2014. الهدف رقم 500 كان مع ريال مدريد ضد كلوب أمريكا في كأس العالم للأندية يوم 15/12/2016. وأخيرا الهدف رقم 600 كان مع اليوفنتوس ضد إنتر ميلان يوم 27/4/2019. دي أرقام كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي. لعب 44 مباراة، سجل 30 هدف، صنع 9 أهداف ركلات الجزاء، سدد منهم 9 أهداف، سجل 8 وأخفق في ضربة جزاء واحدة. طبعا رونالدو 15 موسم على التوالي بيسجل 10 أهداف أو أكتر، زي ما حضراتكم شايفين موسم 2005-2006 والبداية وإحرازه ل 12 هدف، أما موسم 2006-2007 23 هدف، 2008 43 هدف، 2009 26 هدف، 2010 33 هدف، 2011 53 هدف، 2012 60 هدف، 2013 55 هدف، و2014 51 هدف، 2015 61 هدف، 2016 51 هدف، 2017 42 هدف، و2018 44 هدف، و2019 28 هدف، والموسم الحالي اللي لسه ما انتهاش موسم 2020 11 هدف. طيب، دي مقارنة مهمة جدا ما بين اتنين لعيبة يعني اندر ريتد جدا، يعني مش واخدين حقهم اعلاميا مع انهم اتنين من نجوم الدوري الايطالي. إيموبيلي الهداف للدوري الحالي والموسم السابق، وايضا جيكو هو هداف نادي روما. الاثنين بعد ما وصلوا لعدد لقاءات كبيره في الدوري الايطالي، لازم نقارن ما بينهم ولازم نعرضهم لحضراتكم علشان تعرفوا ان في اثنين لعيبه مش واخدين حقهم كويس جدا في الاعلام العالمي بالنسبه لافضل المهاجمين اللي موجودين في العالم. طبعا ايدن جيكو لعب 152 مباراه، طبعا تشيرو إيموبيلي لعب 200 مباراه،
عدد كل واحد من المواسم اللي لعبهم. جيكو 5 سنين بيلعب في الدوري الايطالي، 7 سنين موجود فيهم تشيري موبيلي، جيكو لعب في روما فقط في الدوري الايطالي، اما ايموبيلي لعب لجنوا وتورينو ولاتسيو. جيكو 68 هدف، ايموبيلي 117 هدف، 26 هدف صنعهم جيكو مقابل 27 صنعهم ايموبيلي. لو نقدر نتكلم كده سريعا نقول ان جيكو هو ماكينه اهداف فقط، بعيد شويه عن صناعه الاهداف، اما جيكو هو يعني بيصنع الاهداف وايضا بيسجل، لكن موسمين زياده لايموبيلي اعتقد ان لازم يكون الافضليه مع واحد من افضل المهاجمين اللي موجودين في العالم في الفتره الحاليه. الدوري الألماني والثلاثي الناري في هجوم بايرن ميونخ في الفترة الحالية، توماس مولر وجنابري وروبرت ليفاندوفسكي ساهموا في 40 هدف للفريق في الدوري الألماني. توماس مولر لعب 15 مباراة سجل هدفين وصنع 10، جنابري لعب 13 مباراة سجل 4 وصنع 5، أما روبرت ليفاندوفسكي لعب 15 مباراة سجل 18 وصنع هدف. الثلاثي الناري اللي في الناحية الثانية في هجوم بروسيا دورتموند، ثورجن هازارد الشقيق لإيدن هازارد وجودن سانشو وماركو رويس شاركوا في 38 هدف للفريق في الدوري هذا الموسم. هازارد لعب 14 مباراة سجل 4 وصنع 7، سانشو لعب 13 مباراة سجل 8 وصنع 8، وماركو رويس لعب 15 مباراة سجل 9 وصنع هدفين. أهداف اللاعبين المصريين في دوري الأبطال علشان نختم بيه مع حضراتكم، بما إن احنا بنتكلم على كل المقارنات اللي موجودة، 25 هدف لكل المصريين في لقب أو في بطولة دوري أبطال أوروبا. محمد صلاح نصيب الأسد بنسبة 95%، 22 هدف أحمد حسام ميدو هدفين، ومحمد النني هدفه الشهير أمام نادي برشلونة. أتمنى توفيق لمحمد النني خلال مسيرته الأوروبية الفترة القادمة. كده خلصنا مع حضراتكم كل الإحصائيات والأرقام وكل النتائج والجولات من الدوريات العالمية. دلوقتي جه ميعادنا مع مباراة تاريخية، ومباراة في كأس العالم 1970 الذي يقيم بالمكسيك ما بين يعني منتخبين أقوياء جدا. منتخب إيطاليا قدر إنه يفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 4-3 في مباراة تم تصنيفها أفضل أو من أفضل المباريات اللي اتلعبت في التاريخ. يعني أعتقد أن حضراتكم هتتابعوا وهتشوفوا من سنة 1970 كتير جدا منا ما كانش موجود في التاريخ ده، لكن دورنا هنا في وورلد سبورتس أن احنا نختار لحضراتكم مباراة تاريخية ونجم تاريخي علشان نفكر حضراتكم بالكرة الجميلة، بالكرة اللي كانت بتتلعب بس لصالح الكرة مش بسبب أي حاجة تانية، لا كان في سوشيال ميديا ولا كان في موبايلات ولا كان في انترنت ولا كان في أي حاجة، كان الموضوع صعب جدا. لكن على الرغم من كل ده كانت لعيبة على أعلى مستوى، مواهب دلوقتي مش هنلاقي ربعها في أي حتة في العالم، علشان كده بنختار لحضراتكم لقاءات من الزمن الجميل من كأس العالم في المكسيك 1970 إيطاليا وألمانيا 4-3 من واحدة من أفضل الماتشات اللي اتلعبت في تاريخ كرة القدم. هنروح نشوف المباراة ونرجع لفاصل وبعدين اهلا بحضراتكم من جديد. كلنا طبعا تابعنا المباراه التاريخيه ما بين المنتخب الايطالي والمنتخب الالماني، لكن عايز اقول لحضراتكم ان في هذا الملعب الشهير في المكسيك بتوجد لوحه كبيره جدا بتخلد ذكرى هذه المباراه، واحده من اعظم المباريات اللي اقيمت في بطولات كاس العالم واللي كان موجود في المكسيك سنه 1970. عايز اقول لحضراتكم ايضا معلومه ثانيه غريبه جدا خاصه باللاعب تشالنجر صاحب هدف التعادل اللي هي المنتخب الالماني في الدقيقه 92، ان هو طبعا لعب 202 مباراه في تاريخه الكروي لم يحرز سوى هذا الهدف فقط لا غير، وبالتالي رقم غريب جدا وعجيب في مشوار لاعب كبير لعب في المنتخب الألماني، وأيضا كمان لعب في صفوف ميلان وما سجلش غير هدف واحد فقط في مسيرته الكروية، في واحدة من أعظم المباريات اللي اتلعبت في تاريخ كرة القدم. دلوقتي جه وقتنا علشان نروح من مباراة تاريخية إلى نجم تاريخي، ونجم هذا الأسبوع هو لاعب برازيلي. كالعادة بنقول لحضراتكم معلومات عنه وتتوقعوا معانا، وفي الاخر بقى انا بقول لكم بستسلم وبقول لحضراتكم مين هو اللاعب. لكن نجم الحلقه النهارده هو نجم برازيلي موهوب جدا جدا من مواليد 1 يناير 46 في مدينه ساو باولو. اول واحد استخدم حركه الفليب فلاب واللي هي طبعا معروفه بعد كده اللي بيباصي في حته وبيبص في حته ثانيه خالص زي ما رونالدينيو اشهر واحد عملها بعديه. ولاعبنا
بدأ مسيرته الكروية في نادي كورينثيانز البرازيلي سنة 1965، لعب معاهم 9 سنين، شارك خلالها في 200 مباراة، سجل فيها 141 هدف. في عام 74 انتقل إلى نادي فلومينزي، لعب معاهم لمدة 4 سنوات، شارك في 158 مباراة، سجل 53 هدف. وفي سنة 87 أو في سنة 78 عفوا انتقل إلى نادي الهلال السعودي، واعتزل كرة القدم في سنة 81، ولعب مع نادي الهلال 57 مباراة وسجل 23 هدف. لعب مع منتخب البرازيلي أكثر من 100 مباراة دولية، وكانت أفضل فتراته في كأس العالم اللي كان في المكسيك أيضا سنة 1970، سجل 3 أهداف منهم ركلة حرة، واللي سجله في مرمى تشيكوسلوفاكيا. ولعب كمان في كأس العالم 74 و78، وما قدرش إنه يفوز ببطولة كأس العالم، لكنه حقق المركز الرابع والثالث، ولعب مع منتخب البرازيل تحديدا 109 مباراة دولية. وبعد أن اعتزل كرة القدم اتجه إلى مهنة التدريب ودرب منتخب اليابان. نجمنا هو النجم الموهوب جدا 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 روبرتو ريفيلينو. نستمتع بأحلى اللمسات والأهداف لنجمنا هذا الأسبوع ريفيلينو، نرجع نكمل. أتمنى أن حضراتكم تكونوا استمتعتم بروبرتو ريفيلينو، واحد من أفضل لاعبي كرة القدم اللي جم في التاريخ. وكالعادة البرازيل ولادة كل من هو ينتمي إلى البرازيل. هو لاعب كرة قدم عالمي، أساطير كتيرة جدا، ودورنا إن احنا نعرض لحضراتكم أكبر قدر ممكن من النجوم اللي لعبوا للمنتخبات البرازيلية واللي خرجوا من مدرسة السامبا البرازيلية. دلوقتي جه وقتنا مع فقرة الفيديوهات. أول فيديوهاتنا هو هدف محمد صلاح في مرمى واتفورد اللي أحرزه بقدم اليمنى. الاثنين طبعا أحرزهم بقدم، لكن الأول هدف كان رائع جدا، في مهارة في تغيير الاتجاه علشان يحرز هدف رائع جدا. ليفربول والموقع الرسمي لنادي ليفربول أخذ الهدف وأعادوا بتقنية الـ 360 درجة، علشان كده هنعرضه لحضراتكم كأن حضراتكم بتشوفوا بالظبط، يعني حاجة 3D أو حاجة ليه علاقة بشوية جرافيكس، لكن هو هدف محمد صلاح حقيقي جدا وفي مرمى واتفورد. تعالوا نشوف هدف محمد صلاح بتقنية الـ 360 درجة ونرجع نكمل مع حضراتكم. كل حلقة إن شاء الله في كده سلسلة أجزاء وأفضل 60 هدف في التاريخ في أوروبا، متقسمين على 6 أجزاء، كل حلقة إن شاء الله هنجيب لحضراتكم جزء. النهاردة معانا الجزء الأول من سلسلة أفضل 60 هدف اللي فيهم 10 أهداف في تاريخ أوروبا من أول يوم اتلعبت فيه الكرة في أوروبا في مختلف البطولات حتى الوقت الحالي. هنبدأ مع حضراتكم بالجزء الأول من سلسلة أفضل 60 هدف في تاريخ أوروبا ونرجع نكمل مع حضراتكم. خليكم معانا علشان معانا فيديوهات قوية جدا، ما تروحوش في أي حتة. حضراتكم عارفين ان تومي روز الانجليزي هو صاحب اسرع هاتريك في التاريخ في 90 ثانية، كان لفريق روز كاونتي سنة 1964. بعديه السنغالي سادي ماني سجل هاتريك في 3 دقائق لساوثهامبتون ضد استون فيلا في موسم 2015. الفيديو اللي جاي هو فيديو للاعب الروماني جورج بوسكاس، لاعب ريدنج في مرمى ويدنج في مرمى ويجن، واللي احرزه في اقل من 5 دقائق في الشامبيونشيب. تعالوا نستمتع بهاتريك في اقل من 5 دقائق، ودي ظاهره كرويه قليله شويه لما بنلاقيها، علشان كده على طول لما بنلاقي ظاهره غريبه بنجيبها لحضراتكم علشان نستمتع بالحدث ونستمتع بجوده الاهداف ونرجع نكمل مع حضراتكم. كل حته غريبه من دوري الهواه، من دوري الشباب، من دوري البراعم، حتى في الكره الخماسيه بنروح نجيب لحضراتكم اجمد الاهداف. تعالوا نتابعهم ونشوفهم ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. جايزة تصدي الأسبوع للحلقة دي لولد شاب صغير في سن البراعم، أعتقد أنه هو تصدى لكرة مش مرة ولا 2 ولا 3 4 مرات، بيتصدى وبينجح في تشجيع لوالده وتشجيع لكل الجماهير اللي موجودة خلف المرمى. وزي ما حضراتكم عارفين يعني الموضوع كان متسجل بكاميرا الموبايل، بس برضو نجيبه لحضراتكم علشان تتفرجوا وتعيشوا الأجواء. وأكيد طبعا يعني حارس مرمى خامة مبشرة وممكن يكون ليه مستقبل كبير جدا جدا في مركز حراس المرمى. تعالوا نشوف تصدي الأسبوع ل يعني شاب صغير في سن البراعم. نرجع نشوف ممكن نشوف تصدي الاسبوع ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. دلوقتي جه وقتنا مع المهارات الاستثنائيه اللي دايما بنحل بيها كده في اخر كل حلقه. المهارات المره دي مختلفه، المهارات المره دي اكيد فيها مهارات عاليه جدا من كل الفيديوهات المجمعه لحضراتكم، هنستمتع بيها ونشوفها ونرجع، لسه ما خلصناش، خليكم معانا.
الايجابي وفيها السلبي، لكن الفيديو اللي جاي هو ملخص كوميديا كرة القدم لما الحظ يعاند معاك. يا ترى مين من اللي بيتفرج علينا ممكن يعمل تاج لصاحبه او منشن لصاحبه او حتى يكلم صاحبه في التليفون يقول له انا شفت ليك فيديو انت ممكن تعمل زي الكره الفلانيه اللي احنا هنتابعها. زي ما قلت لحضراتكم كره القدم بيكون ليها جوانب كتيره جدا وعديده، لكن الجانب اللي اخترناه لحضراتكم في الفيديو القادم هو تحت عنوان كوميديا كره القدم في عالم تضيع الفرص. تعالوا نشوف كميه ضياع الفرص اللي ممكن الواحد يضيعها والمرمى خالي، ونرجع نكمل مع حضراتكم كرة القدم هذا الأسبوع. كل أسبوع إن شاء الله نحاول نجمع لحضراتكم كده أبرز اللقطات اللي بيكون فيها عجائب وطرائف كرة القدم. الفيديو اللي جاي معانا هو فيديو لواحد من نجوم كرة القدم لكن خارج الملعب. خارج الملعب هو أب حنين جدا وأب دايما بيحب يدلع أولاده، والمرة دي بقى مع بنته. كنا كل مرة بنشوفه بيدلع أولاده الصبيان، لكن الفيديو المرة دي منتشر جدا على السوشيال ميديا وعامل ردود أفعال قوية جدا جدا على الفيسبوك وعلى الانستجرام. فعلشان كده جبناه لحضراتكم علشان نشوف ازاي كريستيانو رونالدو بره الملعب مع اولاده، خاصة كمان اولاده البنات. تعالوا نشوف رونالدو الاب ازاي بيتعامل مع بنته وازاي بيدلعها، ونرجع نكمل مع حضراتكم. مع حضراتكم، لكن احنا كمان بنحاول ان احنا يعني نجري مع حضراتكم. ممكن يعني في امكانيه ان احنا ناخد ممكن كمان فيديو واحد ونختم بعديها. فيديو مهم جدا في الروح الرياضيه، مباراه برشلونه وريال سوسيداد على ملعب ريال سوسيداد. وزي ما حضراتكم عارفين كل نادي بيكون ليه تميمه. تميمه ريال سوسيداد كانت في استقبال نادي برشلونه. الروح الرياضيه اللي لقيتها التميمه من جانب لاعبي برشلونه اعتقد ان هي كانت كفيله جدا ان احنا نعرض لحضراتكم الفيديو في عنوان تميمه ريال سوسيداد. لكن الروح الرياضيه اللي موجوده في عالم كره القدم مهمه جدا 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 في التعامل ما بين الفرق بينها وبين بعضها. تعالوا نشوف ازاي موجود روح رياضيه داخل ملعب ريال سوسيداد والتعامل ما بين لاعبي فريق برشلونه وتميمه ريال سوسيداد، ونرجع عشان نختم مع حضراتكم. طب اخر فيديو كمان قبل ما نختم مع حضراتكم، لسه معانا وقت شويه صغيرين. كلنا متعودين دايما اي لوحه فنيه بيتم رسمها بايد الفنان، لكن المره دي هي لوحه فنيه تحت عنوان لوحه فنيه باقدام كرويه. يا ترى الفنان اللي معودنا دايما ان هو يرسم بحاجات غريبه وباشكال عجيبه وايضا باساليب اول مره نشوفها في عالم الفن، رسم واحد من اساطير كره القدم، لكن انا طبعا مش هحرق لحضراتكم اللاعب ده واقول هو مين. تعالوا نشوف كده هو بيرسم، كل واحد يتخيل وكل واحد يحاول ان هو يقرب اكتر من مين هو اللاعب. بس في الاخر هنكتشف اكيد بعد الفيديو لما نرجع هقول لحضراتكم مين هو لو انتم ما عرفتوش، لكن طبيعي جدا من كتر شهرته كلكم حضراتكم هتعرفوه. تعالوا نشوف اللوحه الفنيه بالاقدام الكرويه ونرجع علشان نختم مع حضراتكم. مش محتاجه شرح، هو كريستيانو رونالدو نجم الكره البرتغاليه ونجم طيب ماشي خلاص عشان خاطر نلحق ناخد فيديو اخير بسرعه قبل ما نختم مع حضراتكم. بنحاول نجري معاكم عشان ما نحرمكمش من اي حاجه. خيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد الحالي والمنتخب الكولومبي، زي ما هو متالق في عالم كره القدم بيتالق ايضا في كره السله، وثلاث رميات ثلاثيه. ترى هيفشل في اي واحده منهم ولا هينجح في احراز الثلاثه؟ تعالوا نشوف خيمس رودريجيز في رياضه اخرى غير كره القدم في كره السله، ونرجع علشان نختم بقى المره دي بجد مع حضراتكم. اخيرا وصلنا مع حضراتكم لختام حلقه النهارده. نشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي في نفس الميعاد الساعه 8:30 بتوقيت القاهره على شاشه قناه النادي الاهلي. ان شاء الله يكون معانا احداث كتيره ونحتفل بفوز ليفربول بلقب كاس العالم للانديه، ونتكلم اكتر عن احصائيات دوري الابطال. نشوفكم ان شاء الله على خير. لسه فقراتنا او فقرات النادي الاهلي ما خلصتش، برنامج ملك وتابع الساعه 10 ان شاء الله نستمتع بيه كلنا. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.